هكذا تحول لبنان الذي كان يوما ما وجهة للسياحة العلاجية في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية المتجذرة منذ أعوام. تعكس مستشفيات لبنان ومراكزها الصحية حاليا الوجه الآخر للأزمة الحاصلة في ظل إهمال السلطات الحكومية لصحة المواطنين والقطاع الطبي الذي بات على شفا الانهيار، في ظل ما يتسرب يوميا من مقاطع تتهم العملية السياسية بالفساد. المفروض انه مركز محترم هذا محترم نفسه، المفروض انه هذا مركز محترم نفسه بسنه 2021 في ناس عايشه بهيك وضع، هذا المركز بياخذ بالسنه 900 مليون من وزاره الصحه. تفضل. هيدي فرشه. هذا الخذلان الحاصل ينسحب على الحياه المعيشيه للبنانيين عموما، مع اعلان وزاره الاقتصاد والتجاره اللبنانيه خفض وزن ربطه الخبز مع الابقاء على سعرها الحالي، لتلقي باللبنانيين بأطون أسوأ أزمة معيشية واقتصادية تمر بها البلاد. وتشير الأمم المتحدة إلى أن الحكومة اللبنانية لا تزال تصر على خذلان الشعب، محذرة من أن صبر مجتمع المانحين بدأ ينفد. وتؤكد الأمم المتحدة أن ما قامت به السلطات اللبنانية من تدمير للعملة الوطنية وإدخال البلد في مأزق سياسي عمق عدم المساواة وأغرق لبنان في فقر مدقع بعد رفض حزب الله التخلي عن سلاحه وتبعيته لإيران، والتي تهدد حاليا علاقات لبنان مع العالم واستقرار المنطقة. وضع يبدو أنه سيطول أمده في ظل استمرار موجات هجرة الأطباء والخبرات اللبنانية والمواطنين عموما إلى الخارج، وترك البلاد التي تحولت خرابا بعد فضيحة انفجار مرفأ بيروت، تلك الفضيحة التي رسخت مفهوم تهرب السلطات من المساءلة والتقاعس عن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، والتي دمرت حياة اللبنانيين وحكمت على الكثيرين بفقر سيتوارثه الناس جيلا بعد جيل بحسب تقارير اقتصادية وأممية.